أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلا بكم إلى أخبار حضرموت. نبدأها بالعناوين. قرار لمحافظ حضرموت بتشكيل لجنة للإعداد لمعرض تجاري لشهر رمضان. أكثر من 50 متعاقدا يؤدون قسم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أمام محافظ حضرموت. الهيئة التحضيرية العليا لمؤتمر حضرموت الجامع تختتم أعمالها وتقر موعد انعقاد المؤتمر. إقرار نتائج المعرض 12 للوسائل التعليمية بساحل حضرموت. الاحتفاء بتوديع الدفعة 14 من برنامج الطب البشري بكلية الطب بجامعة حضرموت. تدشين المخيم الرابع للمسالك البولية بمدينة الشهر بمشاركة استشاريين من مدينة الشيخ خليفة بدولة الإمارات. افتتاح جسر المعابر بمديرية حجر بتمويل من فاعلي خير. الاحتفاء بتخرج الدفعة الثالثة لحملة كتاب الله تعالى بمدرسة التبيان بسيئون. أصدر محافظ محافظة حضرموت أحمد سعيد بن بريك قرارا بتشكيل لجنة للإعداد والتحضير لمعرض الشهر الكريم بمدينة المكلا، والمزمع إقامته بالنصف الثاني من شهر شعبان. قضت المادة الأولى منه بإقامة معرض تجاري تسويقي نوعي للشركات والمؤسسات والمصانع والوكلاء التجاريين بقاعة المؤتمرات والمعارض بجامعة حضرموت، يسمى معرض الشهر الكريم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك لعرض وتسويق مختلف السلع والمنتجات الاستهلاكية والأدوات المنزلية وغيرها وبأسعار مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين من تلك السلع لشهر رمضان المبارك. فيما قضت المادة الثانية بتشكيل لجنة للإعداد والتحضير للمعرض تتولى القيام بالأعمال التحضيرية والعمل لإنجاح المعرض، وأن يفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور في النصف الثاني من شهر شعبان المبارك. أدى أكثر من 50 متعاقدا قسم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أمام محافظ حضرموت أحمد سعيد بن بريك. المتعاقدون الجدد بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بساحل حضرموت أكدوا خلال القسم حرصهم وأمانتهم في رصد ومكافحة وملاحقة أوبئة الفساد والفاسدين وتقديمهم للرأي العام ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه اللعب بأموال حضرموت وأهلها. وفي الحفل الذي يقيم لاستقبال المتعاقدين الجدد والبدء في مزاولة عملهم، رحب المحافظ بن بريك بكافة الشباب من متسبي الجهاز المركزي الذين يمثلون أمل حضرموت ومستقبلها الزاهر في جعل حضرموت خالية من الفساد والفاسدين، مؤكدا أهمية هذه المهمة لتحمل مسؤولية رقابة ومحاسبة المرافق والمؤسسات وأجهزة الدولة بشكل عام، داعيا إلى تكثيف الجهود الرقابية في أجهزة الدولة في ظل الفوضى ولصوص الحرب والمستفيدين من الأزمات وابتزاز المرافق ونهب الأموال العامة، مؤكدا حرص السلطة المحلية على إيجاد فريق عمل متكامل للرقابة والمحاسبة يجمع بين الجيل الحالي والجيل القديم للحد من الخروقات المالية والحفاظ على الممتلكات كافة. هذا وأهدت قيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة محافظ حضرموت ذرع ذكرى تحرير المكلا وساحل حضرموت. حضر أداء القسم مدير عام مكتب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بساحل حضرموت محمد سالم بن بريك. اختتمت الهيئة التحضيرية العليا لمؤتمر حضرموت الجامع الأحد بمدينة المكلا أعمال اجتماعها برئاسة وكيل أول محافظة حضرموت عمر بن حبريش العلي. واستعرضت الهيئة على مدى يومين وثيقة مؤتمر حضرموت الجامع، والتي تضمنت استخلاصات لمختلف الرؤى والوثائق المقدمة من المكونات والشخصيات في الداخل والمهجر بمحاورها ومحدداتها المختلفة. وناقش المجتمعون مقترحا بالنظام الأساسي لمؤتمر حضرموت الجامع وملاحظات اللجنة عليه، وتم إغنائه بالملاحظات والمقترحات، ومن ثم إقراره لعرضه على المؤتمر العام مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه. وأقرت الهيئة التحضيرية العليا قوام المندوبين للمؤتمر العام من 2001 عضوا وتحديد موعده يوم السبت 22 من إبريل الحالي، وتوافق المجتمعون على تشكيل لجنة لتحديد آلية اختيار المندوبين للمؤتمر العام برئاسة الدكتور صالح عوض عرم، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لصياغة مشروع البيان الختامي والقرارات والتوصيات الصادرة عن مؤتمر حضرموت الجامع. وكان أعضاء الهيئة التحضيرية العليا لمؤتمر حضرموت الجامع قد وقعوا السبت على وثيقة ميثاق الشرف بين المكونات المجتمعية الحضرمية. أقرت اللجنة العامة للمعرض 12 للوسائل التعليمية والتقنيات من خامات البيئة المحلية النتائج النهائية للمعرض،
وفي الاجتماع أكد مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت جمال سالم عبدون أن المعرض الذي استمر يومين بمجمع بلقيس التعليمي للبنات بالمكلا كان أكثر تنظيما وأوسع مشاركة، حيث تنافس على أجنحته 8 المتنوعة 93 مدرسة من مدارس التعليم الأساسي والثانوي الحكومية ورياض الأطفال والأهلية والخاصة والمجمعات المسائية للبنات من مديريات المحافظة ومركز النور للمكفوفين وتدريب المعاقين بالمكلا. وقد أشرف على تنظيمه وفرز نتائجه وتحكيمها 91 تربويا مختصا. وكان محافظ حضرموت أحمد سعيد بن بريك قد افتتح المعرض مستمعا من الطالبات والتلميذات والزهرات إلى ما احتوته القاعات من مساهمات إبداعية وتجارب علمية وابتكارات ودروس محوسبة وبرامج تعليمية وأعمال يدوية ولوحات فنية وصور فوتوغرافية ومجلات حائطية. دشنت الأحد بمستشفى الشحر العام فعاليات وأعمال المخيم الجراحي الرابع للمسالك البولية بالتعاون مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت وبمشاركة استشاريين من مدينة الشيخ خليفة بن زايد الطبية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وينفذ المخيم العديد من العمليات الجراحية في جراحة تشوهات الجهاز البولي عند الأطفال وجراحة مناظير الجهاز الهضمي وإزالة حصوات المرارة، وذلك خلال الفترة من 16 وحتى 20 من شهر إبريل الجاري. وخلال التدشين الذي حضره مدير عام مديرية الشحر أمين بارزيق ونائب مدير مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت عوض بحنحن ومدير مكتب الصحة والسكان بمديرية الشحر الدكتور عبد المنعم سعيدان وعدد من الشخصيات الاجتماعية، أكد رئيس البعثة الطبية للمخيم الدكتور أحمد معاشر بأن هذا المخيم سيستمر لمدة أسبوع لإجراء العمليات الجراحية في المسالك البولية والتشوهات الخلقية عند الأطفال وفتحات المنافذ البولية وجراحة مناظير الجهاز الهضمي وإزالة الحصوات. وأضاف بأن هذا المخيم سوف يخدم عددا من مديريات محافظة حضرموت ومحافظة المارة، شاكرا فاعلي الخير المساهمين في تنفيذ هذا المخيم الذي سيعود بالفائدة على المرضى وتخفيف معاناتهم اليومية. وتم بعد ذلك الاطلاع على الجاهزية الكاملة في إجراء العمليات الجراحية للمرضى التي سوف يستفيد منها المرضى في معظم مديريات المحافظة، كما تم تفقد بعض الحالات التي تم ترقيدها بعد إجراء العمليات الجراحية لهم والاطمئنان على سلامتهم. في أجواء سادتها مظاهر البهجة والفرح بتخرج كوكبة جديدة في مجال الطب البشري ابتهجت بهم حضرموت، جرى صباح الأحد بقاعة البروفيسور علي هود بعباد برئاسة جامعة حضرموت بالمكلا الحفل التوديعي الختامي للدفعة 14 بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت للعام الجامعي 2015-2016 برعاية عمادة كلية الطب والعلوم الصحية والمجلس الطلابي بالكلية. وشكرت كلمة الطلاب الخريجين جهود عمادة الكلية والهيئة التدريسية وأولياء أمورهم مستعرضة سنوات الجد والاجتهاد والمثابرة حتى نيل شهادة البكالوريوس في الطب البشري وما صادفتهم من صعوبات وتعليق للدراسة في فترات حتى أطلقوا على دفعتهم دفعة الكفاح والصمود. عميد كلية الطب والعلوم الصحية دكتور علي بطرفي بارك للخريجين وأولياء أمورهم بتخرج هذه الدفعة التي أكد أنها من محاسن الصدف أن تتزامن مع حلول الذكرى 20 لتأسيس كلية الطب بجامعة حضرموت في سبتمبر 2017 للميلاد. وأثنى بطرفي على الإصرار والتحدي والتمسك بالأمل وحرص الطلاب على إكمال مشوارهم التعليمي متجاوزين الصعاب التي اعترضت طريق دراستهم. ووجه الدكتور علي بطرفي كلمة توجيهية للطلاب الخريجين والذين سيؤدون القسم الطبي حاثا إياهم في الاستمرار على البحث العلمي ومواصلة التعليم وخدمة مرضاهم والارتقاء بالوضع الصحي، وقال بأنكم تتعاملون مع أغلى ما في الوجود وهي النفس البشرية، لذا تقع عليكم مسؤولية أدبية ودينية وإنسانية لتقديم الغالي والنفيس تجاه المرضى بعيدا عن الكسب المادي. بدوره نقل مستشار محافظ حضرموت لشؤون الشباب رياض الجهوري تهاني محافظ حضرموت أحمد سعيد بن بريك، مؤكدا أن حضرموت تفتخر بتخريج كوكبة جديدة من شبابها المتسلح بالعلم والمعرفة والذي سيأخذ على عاتقه مهمة بناء حضرموت في المستقبل القريب. وجرى في ختام الحفل التوديعي تكريم عمادة الكلية والجهات التي أسهمت في إنجاح الحفل وتكريم طلاب وطالبات الدفعة 14 من برنامج الطب البشري بكلية الطب بجامعة حضرموت البالغ عددهم 106 طالب وطالبة بينهم طلاب من جمهورية مصر ودولة فلسطين. شعور مختلط، شعور صعب توصفه، شعور إحساس بالفرحة وإحساس إنه أهلك مش معاك
ولكن الواحد يحس انه هو في بلده الثاني ووسط اهله وناسه، والحمد لله سنين تعبنا فيها وتوفقنا. بجد الحفل ما كنا متوقعين بهذه الطريقه، خاصه انه نحن مرينا بصعاب يعني كثيره مع التغيرات اللي صارت في البلد والحروبات وانقطاع في الدراسه وكذا. بجد كان الحفل اروع ما يكون. بهذا الشرف لي اني اكون موجود معكم بقناه حضرموت، بحضرموت الخير. طبعا ما في داعي اقدر، ما بقدر احكي عن حضرموت لانه حضرموت اكبر من اني احكي عليها. وصح اني انا من فلسطين، بس في النهايه حضرموت هي بلد الثاني. والف الف مبروك للخريجين، وان شاء الله يا رب نقدر نخدم البلاد كلها بعلمنا ان شاء الله. اولا اشكر كل من حضر وساهم في انجاح هذا الحفل. الشكر خاص لبيتي الاول في الاعلام قناه حضرموت الفضائيه الذين واكبوا هذا الحدث وقاموا بالتغطيه. الشكر موصول ايضا لوالدي العزيز الاستاذ عمر ولوالدتي ام ايمن ولكل من حضر وساندني من اقاربي واحبائي وزملائي هذا الحفل المبارك. تفقد مدير عام فرع شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت الدكتور محمد عبد الله بامقة سير العمل في منشآت ومحطات خدمة تعبئة الوقود للمواطنين في عدد من مدن مديريات ساحل حضرموت من بينها المكلا وغي البوازير ومديرية الشحر. وخلال الزيارة التفقدية والتي شملت المحطات التابعة للشركة والمحطات التابعة للقطاع الخاص، اطلع الدكتور بامقة ومعه مدير عام المحطات بفرع الشركة فوزي بن دهري على الخدمات التي تقدمها المحطات والتزاماتها بتوفير المحروقات للمستهلكين بالقيمة السعرية المحددة من قبل شركة النفط بالمحافظة، مستمعا من القائمين على تلك المحطات إلى أبرز الصعوبات التي تواجه سير العمل وسبل تطويره، موضحا أن قيادة الشركة تمتلك توجها لتوسعة رقعة العمل وتعزيز ملكية وأصول الشركة من المحطات وتطويرها عبر بناء وشراء المزيد من المحطات في عدد من مدن ومديريات المحافظة. افتتح أبناء مديرية الحجر الجسر الأرضي لوادي المعابر بتمويل من فاعلي الخير وتنفيذ أبناء المديرية بكلفة بلغت نحو 10 ملايين ريال. وخلال الحفل الذي أقيم بالمناسبة بحضور شخصيات اجتماعية ومشائخ وأعيان ومواطنين من مختلف مناطق مديرية حجر، أعرب القائمون على اللجنة التطوعية لمشروع جسر المعابر الخيري عن سعادتهم بإنجاز افتتاح الجسر البالغ طوله 67 مترا بعد جهود مضنية لأكثر من عام ونصف العام، مقدمين الشكر لأهل الخير والتجار والمؤسسات وللجنة التطوعية في متابعة شؤون المديرية ومن ساندهم في إنجاز الجسر. وتعد معبرة المعابر طريقا حيويا يسلكه أبناء مديرية حجر والمديريات الأخرى للوصول والمغادرة من وإلى مناطقهم المختلفة والمرور بمنتجاتهم الزراعية، وعلى رأسها التمور إلى مناطق حضرموت والمحافظات الأخرى. في أجواء روحانية نظمت مدرسة التبيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بدار الابتهاج بسيئون مجلس ختم القرآن الكريم وتكريم وتشريف حملة كتاب الله عز وجل، وذلك بمناسبة تخرج الدفعة الثالثة لحملة كتاب الله تعالى بالسند والإجازة وحفظه وتلاوته بحضور كوكبة من العلماء والدعاة والأعيان وطلبة العلم الشريف وجمع غفير من الناس. وقدمت في الحفل تلاوات مباركة للحفاظ وأحاديث نبوية، وتحدث المفكر الإسلامي العلامة أبو بكر العدني بن علي المشهور عن مظاهر عظمة القرآن الكريم وضرورة تعلمه والاهتمام به والاستضاءة بأنواره بوصفه المخرج والحل لقضايا الأمة في زمن الفتن والحروب، كما حث على ضرورة قراءة القرآن بحسن الوعي والتدبر لنصلح به أنفسنا وأسرنا ومجتمعاتنا. فيما بين العلامة عمر بن حفيظ حاجة الأمة إلى الارتباط بالقرآن والعمل بمنهج القرآن، ففيه الشرف والعزة في الدنيا والآخرة. نحتفي ونحتفل بتخرج الدفعة الثالثة من هذه المدرسة من حملة كتاب الله سبحانه وتعالى الحافظين له والدارسين له نظرا بتجويده وإتقانه وترتيله وبسنده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حفظت القرآن في مدرسة التبيان في مدة 5 سنين، وهذا اليوم تم حفل التخرج، فالحمد لله على الذي وفقنا لحفظ القرآن، ونشكر أساتذتنا الذين بذلوا جهدهم لحفظنا للقرآن. ختام الأخبار تذكير بأبرز ما ورد فيها من أنباء. قرار لمحافظ حضرموت بتشكيل لجنة للإعداد لمعرض تجاري لشهر رمضان. أكثر من 50 متعاقدا يؤدون قسم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أمام محافظ حضرموت. الهيئة التحضيرية العليا لمؤتمر حضرموت الجامع تختتم أعمالها وتقر موعد انعقاد المؤتمر.
إقرار نتائج المعرض الثاني عشر للوسائل التعليمية بساحل حضرموت. الاحتفاء بتوديع الدفعة الرابعة عشر من برنامج الطب البشري بكلية الطب بجامعة حضرموت. تدشين المخيم الرابع للمسالك البولية بمدينة الشهر بمشاركة استشاريين من مدينة الشيخ خليفة بدولة الإمارات. افتتاح جسر المعابر بمديرية حجر بتمويل من فاعلي خير. الاحتفاء بتخرج الدفعة الثالثة لحملة كتاب الله تعالى بمدرسة التبيان بسيئون. وبالتذكير بالعناوين نكون وصلنا وياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام الأخبار قدمناها لكم من قناة حضرموت. إلى الملتقى، دمتم في أمان الله.